المفروض دلوقتي هنبدأ نبني بقى الـ infrastructure بتاعة الـ cloud system. تمام، احنا هيكون عندنا في الأول كده 5 أجهزة هنشتغل عليهم. تمام، ايه ال5 أجهزة دول؟ هيبقى عندنا المفروض دومين كنترولر، وده نحط له رامات 2 جيجا بايت. تمام، ويبقى في عندنا المفروض جهاز هنأنيبل عليه الهايبر في، هنسميه هايبر في 01، وجهاز تاني برضو عليه الرول بتاعت الهايبر في، عشان في الاخر هنعمل ما بين الاتنين دول كلاستر هايبر في 02. وبعدين عندنا جهاز هيستخدم في إدارة الهايبرفايزرز بتاعتنا اللي هو هايبر في 01 وهايبر في 02. جهاز هيبقى نازل عليه حاجة اسمها سيستم سنتر فيرتشوال ماشين مانجر. كل واحد من دول هنحط عليه 4 جيجا بايت رام. وبعدين عندنا جهاز هنعمله كوحدة تخزين زي اللي احنا عملناها في الكورس بتاع الـ MCSA، هنعمله سيف. يبقى دول المفروض 5 أجهزة مبدئيا كده هنعملهم. برضو السان ده هنخليه 2 جيجا بايت، مفيش مشكلة، وممكن نخليه 1 جيجا، مفيش مشكلة برضو. تمام، ان هو هيستخدم كوحدة تخزين بس. النتورك اللي احنا شغالين عليها هي النتورك الرئيسية بتاعتنا 192.168.20/24. ده هيبقى 250، ده هيبقى 240 241، ده هيبقى 251، والسان ستورج دي هتبقى 254. تمام كده، يبقى دول مبدئيا كده السيرفرز اللي هيكونوا عندنا. اوريدي احنا عندنا الدومين كنترولر معمول. تمام، وعندنا فيه 4 أجهزة تانيين هم هنستخدمهم. دلوقتي احنا هنفك ضغط ال5 أجهزة بتوعنا. استنى بس لحد ما ايه يخلص الفك بتاع الضغط بتاعه.
احنا هندخل بقى السيرفرز بتاعتنا هم على ال في ام وير بعد ما نخلص عمليه الضغط بتاعها. هنعمل بقى فولدر جديد للكورس بتاعنا. الرامات بتاعة الدومين كنترولر ده هنخليها 2 جيجا. دول كده السيرفرز بتاعتنا اللي احنا نستخدمهم. سيرفر واحد ده هنسميه سين، سيرفر اتنين هنسميه هايبر في 01. وده لو فاكرين احنا كنا بنعمل في فايلات الفيرشوال ماشين حاجه كده معينه عشان نقدر نانيبل الفيرشواليزيشن عليها. تمام، هنزود بس الكورز بتاعته. بعدين هنيجي على البروسيسور هنا نانيبل الفيرشواليزيشن، ولسه في حاجة هنعملها من جوه على هايبر في 01 وهايبر في 02 دول. احنا ما سميناهوش، هنسميه برضو. هايبر في 02 ده برضو نفس الشيء. ده الجهاز اللي هيبقى عليه برنامج من اهم البرامج بقى اللي هتدير الكلاود بتاعتنا، اللي هو سيستم سنتر فيرتشوال ماشين مانجر. يبقى دول كده المفروض السيرفرز بتاعتنا. عايزين نروح بس على هايبر في 01 وهايبر في 03، ده اللي هو المفروض
اسمه SRV2 وده اللي اسمه SRV3 عشان يعني نقدر ان احنا enable الهايبر في عليهم لازم نخش عليهم ونعمل حاجه معينه. خلينا بس نروح الاول كده نجيب السطرين اللي بننسخهم السطرين الاولانيين دول. هنروح المفروض على سيرفر 2 ده رايت كليك على الفايل الاكستنشن بتاعه دوت في ام اكس ونقول له اوبن وذ ونروح كده على الورد بات وفي اي مكان عندنا في الفايل نعمل لهم كوبي. هنبدأ دلوقتي نفتح الدومين كنترولر وهنفتح السيرفر بتاع السين نشتغل عليهم الأول. ده السيرفر المفروض اللي احنا هنعمله سين تمام. السيرفر ده المفروض هنروح الاول نحط له الاي بي ادرس بتاعه ونعمل له جوين بالدومين بتاعنا ونغير اسمه. كل جهاز هيبقى فيه كارتين شبكة، كارت يوصله بالستورج والكارت التاني للداتا نتورك العادية تمام، زي ما عملنا قبل كده في الام سي اس اي برضه. يعني هعمل هنا رايت كليك كده رينيم الكارت الموجود ده هنسميه داتا وده هيبقى في النتورك العادية بتاعتنا. يعني هنحط له اي بي ادرس في الشبكة اللي هي 192.168.2 192.168.2.254 192.168.2.1. الدومين كنترولر يبقى 192.168.2.250. هنجيب كارت شبكة تاني بقى نضيف كارت شبكة تاني وصله برضو في ام نت زيرو هنسميه ستورج وهنحط له اي بي في السبنت اللي هي 192.168.3 مفيش هنا بقى اي بي للجيت واي ولا للدي ان اس محتاجينهم في السبنت دي. هنبدأ ان احنا نروح نغير اسم الجهاز بتاعنا نسميه سين ونعمل له جوين بالدومين اللي هو 1lab
trmns.com. خلينا نتأكد كده ان الجهاز بتاعنا اللي هو الدومين كنترولر اشتغل خلاص. طيب احنا خلينا بس نتأكد الأول من اسم الدومين اللي احنا حاطينه onelab trmns.com. عايزين كمان نقفل بس الفايروول من على كل الأجهزة بتاعتنا. ممكن حتى نبقى نقفله بعد ما نجوين الأجهزة بالدومين أفضل. طيب خلينا بس نتأكد كده من الدومين كنترولر. اتاكد كده من الاي بي ادرس بتاعه. تمام، هو الاي بي ادرس بتاعه تمام مظبوط. الدي ان اس بس طبعا هو هنا مش وصل بالانترنت. تمام، ده لو رحنا بس شفنا كده الدي ان اس في الفوروردرز هنلاقي فيه اي بي ادريسز الويندوز بيحطها كده فيك. خلينا نشيلها خالص. تاني ونكتب له هنا مثلا 4 8 و 8 14 تمام كده. برضو لو الفاير وول عندنا هنا شغال نقفله. دلوقتي خلينا ببساطة نعمل حاجة بقى ايه بسيطة كده، ان احنا نروح على الجهاز بتاعنا اللي هو سين ونحاول نعمل له جوين بالدومين تاني. خلينا نعمل بينج بس الاول كده. هو ممكن يكون واحد من كروت الشبكة مش في في ام نت زيرو. خلينا نروح نشوف السيتنج كده. هو في الغالب شوفوا ده في ام نت واحد، وده المفروض اللي هو واقع في نفس السبنت مع الدومين كنترولر. تمام، فكده هما مش شايفين بعض يعني، عشان كده كان بيطلعينا ايه ايرور. دلوقتي نروح تاني بس نعمل اوكي ان شاء الله دلوقتي هيلاقيه. OneLab AD الادمنستريتور دي الباسورد بتاعتي. طيب احنا كمان الفيرشوال ماشينز دي لو معموله على فيرجن من الفي ام وير اقدم من اللي احنا بنستخدمه، تمام، فاحنا المفروض نعمل ابديت للفي ام وير تولز او انستول للفي ام وير تولز. دلوقتي ده اللي احنا هنعمله. انا بعمل كل ده في نفس الخطوه على اساس ان احنا الفي ام وير تولز لما بيحصل لها سيت اب بتحتاج ان احنا نعمل ريستارت للجهاز بتاعنا. تمام، هو بيلود البرنامج بتاع الفي ام وير تولز ده على هيئه اسطوانه. تمام، نقول له يبدا عمليه الانستليشن بقى.
على ما يعمل انستليشن كمان احنا هنضيف مجموعة من الهارد ديسكس على الجهاز ده. هنروح على السيتنج كده، هو عليه هارد ديسك واحد، عليه السيستم بتاعنا. خلينا نقول له اد، وبعدين خلينا نضيف تلات هاردات مثلا، ساعتهم التخزينية كل واحد 1 تيرا. ألف 24. واحد تاني كمان، ألف 24. برنامج الـ VMware Tools بقى نعمل له complete install. بعد ما تخلص الحاجات دي كلها المفروض ان الجهاز يعمل restart. finish بقى، وبعدين نعمل restart للجهاز بتاعنا. اما يفتح بقى هنبدأ ان احنا نجهز السان ستورج دي بتاعتنا. يبقى احنا دلوقتي بقى عندنا النتورك اللي هي بتاعت الداتا، ويبقى عندنا المفروض نتورك تانية. النتورك التانية دي هيبقى واصل بيها الهايبر في سيرفرز والسيستم سنتر فيرتشوال ماشين مانجر والسين. النتورك التانية دي اللي هي 192.168.30/24. تمام. بالنسبة للسيرفر بتاع السين، السيرفر بتاع السين احنا حطينا دلوقتي 3 هارد ديسك مساحتهم التخزينية كل واحد 1 تيرا بايت، وهما 3. تمام. احنا هنعمل عليهم حاجة كنا اخدناها قبل كده في الكورس بتاع الام سي سي، هندمج التلاتة دول ونعمل المفروض حاجة اسمها لان لوجيكال يونت نمبرينج، اللي هي احنا خدناها بمصطلحات مايكروسوفت اسمها ستورج بول. ستورج بول مساحتها هتبقى 3 تيرا بايت. تمام. وبعد كده المفروض ان احنا هنخلي الاجهزه اللي تتعامل مع السين تخش عليها بالبروتوكول بتاع الايس كازي انترنت سمول كمبيوتر سيستم انترفيس، بحيث ان احنا هيبقى عندنا الهايبر في سيرفرز دي بتاعتنا هي ايس كازي انيشيتورز. تمام. والسين ستورج دي هتبقى ايس كازي تارجت، هي دي اللي هتبروفايد مين الستورج. تمام. يبقى احنا هنجهز دلوقتي السين ستورج ب ستورج بول وبعدين تاني مرحلة ان احنا هنخليها ايس كازي تارجت. دلوقتي السيرفر بتاع السين خلاص، نخش عليه بقى بالاكونت بتاع الادمنستريتور.
طبعا انا مستني دلوقتي ان هو يلود السيرفيس بتاعه الفايل اند ستورج سيرفيسز في الانترفيس بتاعه. بعدين المفروض هروح على الستورج بولز ومن الستورج بول هلاقي دلوقتي فيه البروموردال وفيها التلاتة هارد ديسك اللي احنا عايزين نعمل عليهم ستورج بول. هنروح على التاسكس واول حاجة هنعملها هنعمل نيو ستورج بول. الستورج بول بتاعتنا هنسميها كلاود اس بي وهي موجودة على السيرفر اللي اسمه سين وداخل فيها 3 physical disk storage. بعد كده المفروض هنبدأ نروح على التاسكس بتاعت ال virtual disk بس نكون معلمين على ال storage pool بتاعتنا ونبدأ ان احنا نكريت فيرتشوال هارد ديسك قائم عليهم. هنسميه كلاود في اتش دي. طيب انا عايز اعمل اللاي اوت بتاعه سيمبل يبقى كده انا عايز ادمج مساحات. ميرور يبقى انا عايز احافظ على الداتا بتاعتي. باريتي يبقى انا عايز ادمج مساحات وفي نفس الوقت احافظ على الداتا بتاعتي. اي واحده من دول ماشي هينفع تتعمل عندنا لان كل واحده منهم احنا مستوفيين المينيمم ريكويرمنتس بتاعتها. خلينا باريتي هنقول له ثن والثن بروفيجننج هنا معناها ان انا مش لازم يكون عندي 3 تيرا بايت حاليا موجودين كلهم. الحجم بتاعها هيبقى 3 تيرا بايت. بعدين كريت هو عايزنا بعد كده المفروض ان احنا نبدأ نعمل فوليوم او بارتيشن. تمام فده المفروض البارتيشن بتاعنا اهو. هنعمل البارتيشن كله 3 تيرا ايه 3 تيرا بايت. هيبقى ليه درايف ليتر اي وبعدين الفايل سيستم بتاعه ان تي اف اس وهنسميه هنا كلاستر ستورج. وبعدين نقول له كريت بكده كمان احنا عملنا البارتيشن. بعد كده هنبدأ نروح على الداشبورد بتاعت السان ستورج ونقول له اد رولز اند فيتشرز. واندر الفايل اند ستورج سيرفيسز اندر الفايل اند اي سكازي سيرفيسز هنروح نختار السيرفيس بتاعت الاي سكازي تارجت سيرفر. بعدين نعمل انستول. طيب كده خلاص السيرفيس بتاعت الايس كازي كمان خلصت. تمام احنا لسه طبعا عايزين نجهز ماشي السين باننا ندي بقى ستورج تستخدمها الكلاستر عن طريق الايس كازي. طيب خلينا نفتكر بس حاجة ان احنا كان عندنا المفروض حاجة اسمها فيل اوفر كلاسترينج. وكنا بنقول ان الفيل اوفر كلاسترينج دي وظيفتها ان هي بتعمل هاي افيلابيليتي للسيرفرز بتوعي. ان انا دلوقتي عندي هايبر في 1 وهايبر في
تمام. المفروض الاتنين دول احنا هنحطهم في كلاستر، هنعمل حاجة اسمها هايبر في كلاستر، تمام كده. الكلاستر دي بيبقى ليها اي بي ادرس خاص بيها، واحنا هنا عايزين نقول ان لو الفيرشوال ماشينز اللي على هايبر في 01 حصل اي مشكلة في هايبر في 01، الفيرشوال ماشينز اللي موجودة عليه دي بنقدر ان احنا ننقلها على مين؟ على هايبر في 02 بحاجة اسمها لايف مايجريشن، تمام كده. بس احنا الاول عايزين نعمل كلاستر يبقى فيها الهايبر في 01 والهايبر في 02. كنا قلنا في عندنا حاجة اسمها كورم، والكورم ده كنا بنستخدمه لما يكون عدد السيرفرز اللي عندنا في الكلاستر زوجي، لان في حاجة اسمها النود ماجوريتي. النود ماجوريتي دي بتنص على ان الكلاستر مش هتشتغل لو 50% من الهوستس اللي فيها او من النودز اللي فيها مش موجود. المشكله هنا ان انا لو هايبر في 01 مثلا خرج من الخدمه، خلاص الكلاستر بتاعتي انهارت، فانا عايز اخلي الكلاستر دي عددها فردي. فكنا من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها بنستخدم حاجه اسمها ديسك ويتنس، تمام. ان احنا بنجيب زي هارد ديسك كده، الهارد ديسك ده بيبقى دايما اونلاين على الشبكه ودايما بيفوت كانه كلاستر تالت، او كانه سوري قصدي نود تالته، تمام. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين من المساحه التخزينيه اللي عندنا، احنا بقى عندنا دلوقتي ماشي السان فيها لان مساحتها 3 تيرا بايت، عايزين ناخد 1 تيرا بايت منهم للستور بتاع الفيرشوال ماشينز اللي احنا هنعملهم بالهايبر في، وعايزين ناخد 512 ميجا بايت، بس دول هنستخدمهم كديسك ويتنس، تمام كده. فدي الخطوه اللي انا هجهزها دلوقتي، ان انا هروح هنا على الفايل اند ستورج سيرفيسز وعلى الايس كازي، وبعدين هنقول المفروض نيو ايس كازي فيرتشوال ديسك، هناخد المساحه التخزينيه من البارتيشن اي اللي مساحته 3 تيرا بايت اللي هي اللام بتاعتنا اللي احنا عملناها، وبعدين هقوله نيكست. هنعمل مساحتين، المساحة الأولانية هتبقى المفروض تخزين ال virtual machines، والمساحة التانية هنستخدمها لل witness، تمام. هو بيقول لي سمي ال iSCSI virtual disk name، هسميه كده VM store disk، المساحة التخزينية اللي انت عايزها خلينا نقول له 1024 تيرا بايت، هو انا عملت ايه بالظبط؟ اسف او معلش 1 تيرا، اسف 1 تيرا، ليه حق ان هو يعترض يعني. نيو ايس كازي تارجت، احنا هنسمي التارجت بتاعنا ده ماشي، هنسميه كده سين او كلاود سين تارجت، كلاود سين تي ار. طيب بيقول لي الانيشيتورز اللي انت هتضيفهم مين؟ انا هضيف المفروض الانيشيتورز اللي عندي اللي هم 192 168 3 240، ده هيكون الاي بي بتاع هايبر في 01، تمام كده. وهضيف واحد تاني
192 168 3 241 ده بتاع هايبر في 02. السيستم سنتر فيرتشوال ماشين مانجر مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين تلاتة ميتين أربعة وخمسين ميتين سوري قصدي واحد وخمسين. وطبعا كلهم واخدين اي بيهات في السبنات بتاعت مين؟ الستورج. تمام، يعني انا كتبت الاي بي ادرس بتاعت الستورج. نكست، مش هينيبل اي نوع من انواع الاوثنتيكيشن، واقول له يعمل كريت. دلوقتي طبعا هو هياخد فترة ماشي يجهز ايه، يجهز ال virtual hard disk الاولاني ده اللي احنا عملناه، اللي هو بتاع اللي هو واحد كيرا ده، اللي هو يبقى اسمه ال VMS تورا. تمام، طيب احنا برضو هنعمل واحد تاني وهنسميه المفروض ديسك ويتنس. المساحة بتاعته هتبقى 512 ميجا. هنستخدم نفس التارجت اللي احنا عاملينه. دلوقتي هنسيب التجهيز بتاع المساحات التخزينيه دي خلاص هنا على السين، هو شغال، وهنبدا احنا نروح على الهايبر في 01. على هايبر في 01 ده ونبدأ ان احنا نشغله ونعمل شوية تظبيطات عليه. هنروح نظبط النتورك بتاعته، برضو كارت للداتا نتورك، وده هيبقى الاي بي ادرس بتاعه. مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين اتنين ميتين واربعين، والاي بي بتاع الديفولت جيت واي. دومين كنترولر هو الدي ان اس. بعدين هنجيب نتورك انترفيس كارد تاني، هيبقى بتاع الاستورج.
وده اللي احنا حطيناه في الانيشيتورز على السنه. هيكون الاي بي 192.168.3.240. مفيش بقى طبعا اي بي الجيت واي. وهنجوين الجهاز ده بالدومين. وهنابديت برضو الفي ام وير تولز اللي موجود عليه. بس كمان هنانيبل هنا السيرفيس بتاعت الهايبر في. هنسميه هايبر في 01. ادي الدومين 1labtrmns.com. OneLab ID password. مش هعمل انا ريستارت دلوقتي ليه. خلينا نروح بقى كمان على الداشبورد Add Rules and Features. وهنروح نانيبل الرول بتاعت الهايبر في على السيرفر بتاعنا. هنختار بقى الفيرشوال سويتش بتاعنا هو الداتا، الكارت بتاع الداتا، عشان اي فيرشوال ماشين نربطها بالكارت بتاع الداتا دي تبقى هي بالظبط ايه مربوطة بالريال نتورك بتاعتنا. بعد كده عشان نغير اي حاجة في الاعدادات من هنا خالص، هيبقى في عندنا بقى السيستم سنتر فيرتشوال ماشين مانجر، نبدأ نغير منه الاعدادات دي. نفس اللي احنا عملناه هنا هنعمله بالظبط على هايبر في 02. هايبر في 01 بقى المفروض ان هو عايز دلوقتي يعمل ايه؟ ريستارت. هنسيبه بقى يعمل ريستارت وهنكرر نفس اللي احنا عملناه هنا على هايبر في 02. هنروح الاول نظبط الاي بي ادريسز برضو. نتورك انترفيس كارد الاولاني ده هو بتاع الداتا، والاي بي ادريس هنا ميه اتنين وستين اتنين ميتين وخمسين. هنجيب نتورك انترفيس كارد تاني. خلينا بس نعمل رينيم لكارت الشبكة ده، احنا مسمينه في بس ار زيادة داتا. كارت الشبكة ده هنسميه ستورج. بعدين هنعمل رايت كليك عليه وبعدين بروبرتيز.
وبعدين هيبقى 192 168 3 241، وده برضو احنا مدخلينه في الانيشيتورز. بعدين هنجوين الجهاز بتاعنا بالدومين، ده هيبقى اسمه هايبر في 02، والدومين 1lab.trmns.com. lab.ed باسورد، هنروح برضو نعمل انيبل لي الرول بتاعت الهايبر في. الفيرشوال سويتش بتاعنا هيكون كارت اللي اسمه داتا، هنقول له يعمل ريستارت للجهاز لما يخلص تنزيل الرول دي. طبعا دي هتاخد وقت شباب، انا هسيبها يعني تخلص مفيش مشكله تمام، بس المره الجايه هتكون خلصانة على ان احنا نقدر نكونكت بقى بالايه، بالايس كازي بتاعنا، ايس كازي تارجت. طيب هنبدا ان احنا نفتح الفيرتشوال ماشين الخمسه بقى، هي مفتوحه اوريدي تمام اهي. الفيرتشوال ماشين الخمسه دي اول حاجه بس هنحط لها اي بي ادرس، الكارت ده هيبقى الكارت بتاع الداتا برضو، والاي بي ادرس بتاعه هيبقى 251 192 168 2 251 192 168 2 1 192 168 2 250، ده الاي بي بتاع الدي ان اس. نجيب كارت شبكة تاني، نسميه ستورج، مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين تلاتة ميتين واحد وخمسين. هنعمل برضو للجهاز ده جوين بالدومين، هيبقى اسمه سيستم سنتر فيرتشوال ماشين مانجر،
دومين onelabtrmns.com. لاب اي دي و باسورد. لو الفيرتشوال ماشين دي محتاجة ان انا اعمل لها ابديت للفي ام وير تولز ماشي، هي دي اوريدي معمول لها مفيش مشكلة، احنا مش هنحتاج ننزل الفي ام وير تولز عليها. هنعمل بقى ريستارت ناو. الاجهزه بتاعت الهايبر في خلاص خلصت دلوقتي الانستليشن، انا لازم اروح عليها اقفل الفاير وول، منساش بقى موضوع ان انا اقفل الفاير وول عليها ده. اخش بالاكونت بتاع الادمنستريتور، اخش على الجهازين واقفل الفاير وول من عليهم. دي خطوه مهمه جدا منساش ان انا اعملها. سيستم سنتر فيرتشوال ماشين مانجر كمان هروح برضو الجهاز بتاعه اقفل من عليه الفايروول. بعد دلوقتي عامل لوجن على ثلاث اجهزه، على كل واحد منهم بقى هروح على نتورك انترفيس كاردز بتاعته وديسيبل الفايروول. على السيستم سنتر الفيرتشوال ماشين بتاع السيستم سنتر هروح اجهزها، بس اللي احنا هنعمله المره الجايه. هروح على الفيتشرز، و قبل ما اروح على الفيتشرز بس هروح انيبل الاي اس الويب سيرفر. وعلى الفيتشرز دوت نت فريم ورك والاتش تي تي بي اكتيفيشن اللي تحته، وبرضو على الدوت نت فريم ورك 4.5 اندر الدبليو سي بي دبليو سي اف قصدي. هروح على اتش تي تي بي اكتيفيشن مسج كيوينج نيمد بايب لاين والتي سي بي اكتيفيشن اعمل لهم انيبل. كمان دي الفيتشرز اللي اندر الاي اي اس،
هنيبوا المجموعة من الحاجات هنا تحت الـ Health and Diagnostics HTTP Logging و Request Monitor. الـ Performance هنيبوا كمان الـ Dynamic Content. الـ Security هنيبوا الـ Windows Authentication و الـ Application Deployment Development. هنيبوا أي حاجة ليها علاقة بالـ ASP. و Server Side Includes. وفي الاخر خالص في عندي المانجمنت تولز هعمل لها انيبلز كلها من لها انيبل كلها وكل المانجمنت تولز اللي عندي وبعدين نكست. هعمل بس حاجه هنا مختلفه اول مره نعملها ان انا لما بيجي الويندوز سيرفر 2012 ينزل الدوت نت بيقول لي ان السورس فايل بتاعه مش موجود. فانا هعمل ايه؟ انا هروح على الفيرتشوال ماشين اعمل رايت كليك وبعدين هنروح على ريموفبل ديفايسز واجيب الاسطوانه بتاعه الويندوز سيرفر 2012. دي الاسطوانه هي بتاعته او الايزو فايل بتاعه. وبعدين لما نفتح الاسطوانه دي مش هعمل دبل كليك بقى عشان ما يبتديليش الانستليشن بتاع الويندوز. هقول له اوبن. اندر ريسورسز في عندي فولدر اسمه سايت باي سايت. انا هاخد الباف ده اللي هو دي سورس سايت باي سايت اعمل رايت كليك عليه وكوبي وبعدين هرجع تاني للانستليشن بتاع الرول وهقول له كده سبيسيفاي ان الترنيت سورس باف واجي هنا في المربع الصغير ده واعمل رايت كليك اقوله بيست. كده انا اديته العنوان بتاع الفولدر اللي هيلاقي الفايلات بتاعت الدوت نت موجوده فيه. هو كده خلص كمان الجهاز بتاع السيستم سنتر فيرتشوال ماشين مانجر. خلص كمان الانستليشن بتاع البريكوزيت اللي احنا محتاجينها المره الجايه عشان نسطب السيكوال سيرفر ونسطب السيستم سنتر فيرتشوال ماشين مانجر. تمام. يبقى كده دي التجهيز او المرحله الاولانيه في التجهيز بتاع الانفايرمنت بتاعي. Oh.